لقاء جديد يجمعنا بكم وبرنامج صدى الأقلام، حيث نرصد فيه أبرز ما كتبت الصحف المحلية والعربية والدولية، ونبدأ بعد هذا الفاصل. أهلا بكم. يقول الكاتب عبد اللطيف السعدون: لسان نور المالك السليط الذي ظهر في تسجيلات مسربة عكس رؤيته الطائفية القاصرة إلى مجمل الأوضاع في العراق، وكشف ضحالة تفكيره وسعيه لإثارة الفتنة عبر توجيه الاتهامات يمينا وشمالا، والزعم أن خصومه يسعون لتنفيذ مشروع بريطاني وتحذير مريديه من أن المرحلة المقبلة مرحلة قتال ولديهم جميع مستعدة، وأنه لا يثق لا بالجيش ولا بالشرطة. ليس مطلوبا من المالكي الذي أوقعه لسانه في شر أعماله أن ينفي أو حتى أن يعتذر، فمجمل مسيرته فقد منذ امتهن السياسة يشبه مسلسلا دراميا مطولا يحوي مطبات عديدة واختراقات عديدة وكذا سقطات عديدة. يقول سفير الولايات المتحدة الأسبق في العراق زلماي خليلزاد إن المالكي قدم له ورقة مكتوبة من 13 نقطة عرض فيها خدمات مرشحا لرئاسة الحكومة، ومعبرا عن استعداده لتطبيق السياسات التي تخدم مصالح الولايات المتحدة. ووجد خليل زاد في المالكي الرجل الذي يمكن أن يحقق الاستقرار كما قال، واتخذ قراره بالمراهنة عليه ووافق على ترشيحه، وسنعرف بعد سنوات أربع أن المالكي ينفض يده من واشنطن ويقفز إلى طهران ليحصل على الولاية الثانية، واعدا بتحقيق كل ما تريده إيران. ومنذ ذلك الوقت سيصبح رجل إيران في العراق بلا منازع في الولاية الثانية. كشف المالكي كل أوراقه ولم يتردد في تأكيد ولائه المطلق لإيران، ضمن لها تمددا ديموغرافيا داخل بلاده، منح أكثر من نصف مليون إيراني الجنسية العراقية خلافاً للقانون، أنشأ مجامع مسلحة تطورت لتشكل النواة الأولى لميليشيات أرادها نسخة من تجربة الحرس الثوري الإيراني، أنقذ إيران من كارثة كادت تؤدي باقتصادها وهي في ظل العقوبات، إذ أغدق عليها مليارات الدولارات من الخزينة العراقية بطرق أكثرها غير مشروعة. وبعد كل هذه الموبقات جاءت أحاديثه المسربة لتؤكد ما هو مؤكد وتجهض آخر أمل له في أن يعود رئيسا للحكومة، وهو بذلك يكون قد وقع في شر أعماله. الانتخابات التي بقي على إتمامها السنة 3 أشهر فقط ما زالت معاركها الشرسة قائمة. حلفاء الأمس أعداء اليوم وأصحاب البيت الواحد لم يتفقوا على أي آلية للمضي قدما بتشكيل الحكومة، بل خلافاتهم زادت ووصلت للاستقالات وبعدها صعود نواب الدور الثاني بعد استقالة نواب الكتلة الأكبر. ما يجري في العراق أشبه بقصة نجرؤها برواية أو فيلم نشاهده بالسينما، أو نرى هذه القصص بالتلفاز، لكن في العراق الوضع مختلف. أصبحنا نشاهدها بتقنية الواقع المر وتجسدها الواقعية، لأننا الضحايا وهم المشاهدون، وسرقوا العراق والإنسان وكل ما يصب لخدمتهم من أجل البقاء. نسوا في الشعوب المستضعفة أجيالا تولد تكون لعنة عليهم، أجيالا لن تسكت عن سرقة بلدها ولا ترضى بالعيش مع الفاسدين. هذا البلد الذي يمتد عمره لأكثر من 7000 سنة لن يموت على يد الاحتلال الأمريكي والإيراني وغيره، ولا يد على يد الخونة والعملاء. خلافاتهم السياسية تركت أثرها على الشعب العراقي، وهذا ما يجري بعد كل خلاف بينهم. تراجع اقتصادي مخيف، نسبة فقر وبطالة في تصاعد، الميزانية لا تقر، كل هذا فساد يصب بمصلحة السياسيين. بلد بلا ميزانية ولا نظام مالي كبقية الشعوب، على الرغم من ارتفاع أسعار النفط الذي يعتمد عليه العراق بنسبة أكثر من 90%، بسبب فسادهم حولوا العراق لبلد خامل غير منتج، بلد يعيش على الاستيراد، بينما كان في زمن الماضي وفي أحنك الظروف التي عاشها وخاصة بوقت الحصار الجائر بلد يصنع، لديه مصانع ومعامل تعمل وتنتج. اليوم بسبب الأحزاب والحكومات المتواطئة مع أعداء العراق أصبحت هذه المعامل مهجورة
ومغلقة، وتشير الإحصاءات إلى تعطيل أكثر من 17 ألف مصنع بالعراق منذ الاحتلال وإلى يومنا هذا. بينما كان بالإمكان تشغيل الشباب بهذه المعامل لو أعيد تأهيلها، وستساهم في القضاء على البطالة، فضلاً عن جعل العراق بلداً منتجاً لا مستهلكاً فقط. ويضاف إلى ذلك تخفيف العبء عن ميزانية الدولة، لكن هذا لا يخدمهم لأن الاستيراد يصب لصالحهم، فالمليارات تدخل جيوب الفاسدين نتيجة الاستيراد، ومثلها تدخل في جيوبهم المسؤولين عن طريق المنافذ الحدودية، فهم يعملون غالباً على مبدأ ادفع لتعبر، وبهذه الطريقة تدخل الممنوعات للبلد ومنها المخدرات التي فتكت بالشباب العراقي، وأصبحت نسبة المتعاطين 50% بين الشباب العراقي. خصصت صحيفة واشنطن بوست افتتاحيتها لموضوع تونس، وقالت تحت عنوان الوقت ينفد لوقف انزلاق تونس نحو حكم الرجل الواحد في الشرق الأوسط الكبير. سيطرت رحلة الرئيس بايدن إلى إسرائيل والسعودية على الأخبار واحتكرت كل الاهتمام الدبلوماسي، وربما كان هذا حتميا، ومع ذلك فهذا أمر مؤسف لدرجة أنه حرف النظر عن عملية التدمير المستمرة للديمقراطية في تونس. الصحيفة قالت إن الرئيس قيس سعيد المنتخب بطريقة شرعية منذ عام 2019 يقوم باستخدام سلطاته لتقويض المؤسسات السياسية التي كانت واعدة وأنشئت في أعقاب الانتفاضة ضد الدكتاتورية عام 2011، أيضا حفزت الثورة التونسية الربيع العربي الذي فشل بشكل مأساوي أو هزمته الدكتاتوريات في المنطقة. سعيد يخطط لدستور جديد يرغب بالمصادقة عليه من خلال استفتاء في 25 من تموز يوليو، مما سيعمق من شتائه السياسي، وهو نفس اليوم من العام الماضي عندما عزل سعيد رئيس الوزراء وعلق عمل البرلمان معتمدا على صلاحياته الطارئة بموجب الدستور. والحاجة لمواجهة الأزمة السياسية والاقتصادية التي لم تعد تطاق، ومنعت قوات الجيش نواب البرلمان من دخوله، وهي علامة على دعم من الجيش لسعيد. ورحب الكثير من التونسيين الذين شعروا بالإحباط من الفساد والانسداد السياسي نتيجة للتحارب الحزبي بتحركات سعيد، إلا أن المشاكل الاقتصادية والاجتماعية استمرت، حيث لجأ الرئيس للحكم من خلال المراسيم وملاحقة من عارضوا عمليات الاستيلاء على السلطة، بما في ذلك البرلمان المنتخب الذي حله في 30 آذار مارس، انتقاماً من محاولاته التأكيد على صلاحياته الدستورية. وتقول الصحيفة إن سعيد تحكم بالتأكيد في عملية كتابة مسودة الدستور، والتي لم تكتمل إلا في 8 تموز يوليو، وفي مكان نظام يجمع ما بين الرئاسة والبرلمان خلقه دستور عام 2014. ستعود تونس إلى نظام الحكم الذي كان سائداً قبل الربيع العربي، ويستطيع بموجبه الرئيس تعيين وعزل رئيس الوزراء بدون رأي البرلمان، ودور الأخير في معارضة الحكومة المعينة من الرئيس هو سحب الثقة بموافقة ثلثي الأعضاء، ويمكن للرئيس حل البرلمان لكن لا يمكن محاكمته أمامه. ومع أن ولاية الرئيس هي محددة بفترتين من 5 سنوات لكل منهما، إلا أن حكم الرئيس قد يمدد. كشفت وثائق حصرية قال موقع ميديا بارت الاستقصائي الفرنسي أنه والصحيفة الإيطالية اليومية دوماني حصلا عليها، كشفت عن واحدة من أكبر الضبطيات في مدينة سال رينو الإيطالية في عام 2020 لمخدر الكبتاغون المنتج في الشرق الأوسط. وتروي هذه الوثائق الصلات التي نشأت بين المجرمين الإيطاليين ومقربين من النظامين الليبي والسوري. خلف ستار المافيا هذا هناك حقيقة أخرى انتهى المحققون الإيطاليون باكتشافها. ووفقا لوثائق حصرية حصل عليها ميديا بارت، تشتبه الشرطة العابرة للحدود في أن تداعيات هذه الحركة تؤثر على أقارب الرئيس السوري بشار الأسد، وكذلك على المقربين من الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي.
ويتابع ميديا بارت القول إن التحقيقات مكنت من التعرف على عدة شخصيات مهمة في سوريا في قلب هذه الحركة المرورية. يقول مصدر مطلع على الأمر: نحن نركز على هذه الأمور. يشتبه المحققون في وجود تواطؤ محلي، وقد قاموا بإدراج 3 سوريين يعملون من اللاذقية، نقلتهم سفينة شحن ترفع العلم المالطي إلى ميناء ساليرنو. وبالنسبة لهؤلاء المهربين الصغار، يمكن أن تكون العملية مربحة. وفقاً لمسح أجرته مجلة دير شبيغل الألمانية، فإن تكلفة تصدير الكيبتاغون حوالي 300 ألف دولار في اللاذقية حول الميناء، قليلون هم من يوافقون على الحديث عن ذلك. الناس خائفون، هذه ليست كارتلات هنا، الحكومة هي التي تتاجر بالبشر. يشرح خبير على معرفة بالملف لميديا بارت: تقع مسؤولية المرور على عاتق شخصية رئيسية أخرى في النظام السوري، غسان بلال، وهو لواء في الفرقة الرابعة من الجيش، جزار الغوطة السابق الذي سمي على اسم هذه المنطقة التي تضررت بشدة من ضربات جيش بشار الأسد. هو أحد لوجستيي الشبكة بحسب باحثين من المعهد الأمريكي للأبحاث الاستراتيجية. نشرت صحيفة التايمز تقريراً تناولت فيه زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى طهران في رحلته الثانية خارج البلاد بعد الحرب على أوكرانيا. وقالت الصحيفة إن روسيا وإيران تخضعان لعقوبات دولية هائلة، وكلاهما يحكمه رجال يتمتعون بسلطات شبه غير محدودة، وينظر كلاهما إلى الغرب على أنه قوة شريرة ومفسدة. وتتمتع الدولتان بعلاقات وثيقة منذ سنوات عديدة، لكن موسكو كانت مترددة في تشكيل تحالف صريح مع طهران لأنها تخشى الإضرار بصلاتها الاقتصادية المربحة مع الغرب. مع ذلك، فإن العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة والدول الأوروبية على روسيا بسبب الحرب في أوكرانيا تعني أن مثل هذه المخاوف أصبحت الآن غير مهمة إلى حد كبير. حذرت الولايات المتحدة الأسبوع الماضي من أن إيران تستعد لتزويد روسيا بمئات الطائرات المسيرة لتعزيز قواتها المسلحة في أوكرانيا. وقال البيت الأبيض إن وفداً روسياً زار مطاراً في وسط إيران يومي 8 من حزيران يونيو والخامس من تموز يوليو لفحص الطائرات المسيرة المعنية. ووصف الصحيفة جافان المرتبطة بالحرس الثوري الإسلامي القوي قدرات الطائرات المسيرة، قائلة إنها يمكن أن تستخدمها روسيا لتوجيه نيران المدفعية وتدمير المعدات العسكرية الأوكرانية. واقترحت أن توافق طهران على تسليمها مقابل مساعدة عسكرية غير محددة، وتوفر زيارة بوتين لإيران له فرصة رؤية دولة يخشى الكثيرون من شعبه أن تكون مثالاً لشكل الحياة في روسيا في ظل عقوبات غربية صارمة. وأغلقت ما يقرب من 900 شركة غربية عملياتها في روسيا منذ بداية الحرب، وأدى حظر الطيران الدولي إلى عزل البلاد. يتم ترويج للزيارة في الداخل على أنها إنشاء ائتلاف جديد منهضاً للغرب. وقال يفغيني بوبوف مذيع التلفزيون الحكومي إن الدولتين ستشكلان محور الخير، إشارة ساخرة إلى وصف الرئيس جورج بوش الابن في عام 2002 لإيران والعراق وكوريا الشمالية بمحور الشر. قالت صحيفة التايمز البريطانية إن جيشاً من الجواسيس الصينيين ينشطون في الغرب، وإن مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي يفتح تحقيقاً متعلقاً بالصين كل 12 ساعة. جاء ذلك في مقال لإيان ويليامز. كما نشرت هيئة الإذاعة البريطانية البي بي سي أن مؤتمرا صحفيا مشتركا نادرا عقد في لندن قبل نحو 10 أيام جمع بين كريستوفر راي مدير مكتب التحقيقات الفيدرالية الأمريكي الـ FBI وبين كين مالكولم مدير جهاز الاستخبارات الداخلية البريطاني MI5، حيث حذر خلاله من تزايد أنشطة التجسس التجاري الصيني في الغرب. عقد المؤتمر في مقر جهاز الاستخبارات البريطاني في لندن، وكشف خلاله أن جهاز MI5 شهد زيادة بنحو 7 أضعاف في التحقيقات المتعلقة بالصين منذ عام 2018. وقال راي إن مكتب التحقيقات الفيدرالي يبدأ تحقيقا متعلقا بالصين كل 12 ساعة،
وحذر ماكالوم وراي من أن التهديد الأمني الأكبر على المدى الطويل لبريطانيا لا يأتي من روسيا ولكن من الصين. وكتب ويليامز أن مكتب التحقيقات الفيدرالي يعتقد أن الصين لديها حوالي 30,000 جاسوس إلكتروني عسكري و150,000 متسلل غير رسمي يمكنها أن تستدعيهم في أي وقت. على جانب آخر، ورغم العلاقات الاقتصادية المتنامية بين دولة الاحتلال والصين، لكن التخوفات الإسرائيلية قائمة من مغبة قيام الأخيرة بأنشطة تجسسية على تل أبيب بهدف تحقيق أطماعها في التكنولوجيا والاقتصاد، خاصة بعد أن تعرض صناعاتها العسكرية وشركاتها المدنية لهجمات سبرانية مصدرها المخابرات الصينية. من المتوقع أن ترتفع درجات الحرارة في المملكة المتحدة لتسجل رقما قياسيا جديدا وسط موجة حار نتج عنها تعطل حركة السفر والأعمال والمدارس، كما أنها تشكل خطرا على الأرواح في أنحاء البلاد. ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن مكتب الأرصاد البريطاني القول إن من المرجح أن تتجاوز درجة الحرارة 40 درجة مئوية بأنحاء شرق إنجلترا، ومحطمة في ذلك الرقم القياسي السابق في عام 2019. يشار إلى أن تزايد موجات الحرارة المتكررة والشديدة يأتي نتيجة مباشرة للتغير المناخي، ومن المتوقع أن تزداد الحرارة المرتفعة على هذا النحو مع استمرار العالم في استخدام الوقود الأحفوري. الرسوم الكاريكاتورية لها أسلوبها الخاص في وصف الأحداث حول العالم. إلى اللقاء.